السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة احباب الرسول تابعين هو نقدم لكم سلسلة جديدة بعنوان من امهات المؤمنين، قصة السيدة خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد هي الزوجة الاولى للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت تاجرة وكانت ذات شرف ومال، تزوجت مرتين قبل النبي صلى الله عليه وسلم. تمنت الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم لأمانته وصدقه وهي في 40 من عمرها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في سن 25 من عمره. رزقها الله عز وجل بأم كلثوم ورقية وزينب وفاطمة وعبد الله والقاسم. كان ينزل عليه الوحي وهو في حجرها، وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها ومالها وضحت بكل ما تملك في سبيل الله، وحبست في الشعب مع المسلمين. من مناقبها رضي الله عنها وأرضاها أنه أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أقرأ خديجة السلام من ربها ومن جبريل وبشرها بيت في الجنة، وهي من خير نساء أهل الجنة كما جاء في الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة، وكان يوزع اللحم على صديقاتها وفاء وبرا لها. توفيت في السنة العاشرة من البعثة في رمضان سنة 65 عن 65 عاما، ودفنت بالحجون، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام في قبرها، وحزن عليها حزنا شديدا حتى سمى هذا العام عام الحزن.